عليشك قاسما الدور أمين ورمين وشد من ساغفين أشاءه وطوى تحت حشاءاتك أشحب أطرف آدمي وراوت الشفاء الشام من ذهب عن نفسه فأرى أيما شممي وأكد سوده فيها ضرورتها إن الضرورات لا تعدو على وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العذاب محمد سيد الكونان والثقلان هو الفريقين من عرف ومن عجم نبينا الأمير الله فلا أحد أبر في قول لا لها ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم دعا إلى طائفة مستمسكون بحبل غير منفصل فقال نبينا في خلق وفي خلق ولم يزاله في علم ولا كرم وكلهم من رسول لله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهما من نقطة علم او من شجرة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم صفاه حبيب البارئ النسم منزه العشر من محاسنه فشهر الحسن به غير معتصم لما دعت النصارى في نبيهما واحكم بما شئت من هباء وداكم واسلو بلا ذاته ما شئت من شرف واسلو بلا قدره ما شئت من عظم فإن فصار رسول لله ليس له حد فيعرف عنه ناطق في فمه لو ناسب قاله آياته عظما أي اسمه حين يؤذر سالما لم يدحنا فيما فيا العقول بها حصاء لنا فلا أرتف ولا ناهما أي الورى فهم ما له فليس يرى في قاف والبعد فيه غير من فاهم كالشمس تظهر للعينان بعد صغيرة وتكي خطاف من أمامي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خالق قف دائما وآله وعلى أصحابه سعدا أولي الهدى والتقى والمجد والكرم عليشك قاسما الدور أمين ورمين وشد من ساغفين أشاءه وطوى تحت حشاءاتك أشحب أطرف آدم وراوت الشفاء الشام من ذهب عن نفسه فأرى أيما شمم وأكد سوده فيها ضرورتها إن الضرورات لا تعدو على وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج
الآدم محمد سيد الكونان والثقل هو الفريقين من عرف ومن عجم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قول لا لها ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم دعا الى طائف مستمسكون بحبل غير منتصف فقال نبينا في خلق وفي خلق ولم يزاله في علم ولا كهرم وكلهم من رسول بله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الزيام وواقفون لديه عند حدهما من نقطه العلم او من شجره الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم صفاه حبيب البارئ النسم منزه العشر من محاسنه فشهر الحسن في حغار معتصم لما تعت النصارى في نبيه وضحكوا بما شئت من هباء وداكم وسبل ذاته مشيت من شرف وسبل قدره مشيت من إثم فإن فصار رسول لله ليس له حد فيعرف أنه ناطق في فمه لو ناسب قدره آياته عظما أي اسمه حين يدار سالما لم يدحنا فيما سيا العقول بها حصاء علينا فلا عطف ولا نهم أي الورى فهم ما له فليس يرى في القاف والبعد فيه غير من فاهم كالشمس تظهر للعينان بعد صغيرة وتكي خطاف من أمام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خالق قف لهم وأبدا